خير يا معلم بياض. سنورة سعيدة يا فندم، بتفضل. ماشي. حد جاي؟ مفيش غير المعلم رمضان، هات لك 70 جنيه قيمة الساعة بتاعت الدق. بس؟ كنت تساوي أكتر من كده، ولا يعني لازم الخنصارة؟ هو أنا ما جابتش إلا كده. نايمة سناء جوه، هتيجي الجزمة طويلة. في زيارة بليلة يا ريس. عندنا خطة الليلة هتريحنا مسافة. رايحين فين كوكب اللي بتشتغل فيها انا ابويا؟ اه طب والله قال الاوان اهو، بديلها عندها شهرين. اشمعنى يعني الليلة؟ اصلهم كلهم مسافرين اسكندرية، هيقعدوا يومين وهيرجعوا يوم السبت. هو هيكونوا مبيتين العفريت هناك. ما تخافش. انا سايبة لك شباك الحمام البحري مفتوح، هتخرج منه هتلاقي قط الست على ايدك اليمين. صح، وهتكون خدت الصيغة معاها. مش هتابع نقية سايباع على التسريح. على ممتاز. خلي بالك من نفسك يا عليش. خفيش انا بوي، انا عامل كل ترتيبي. يلا بينا يا عليش. وانت thank you.
سعيد مهران بيومي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن 5 سنوات. شاويش عبد ربه، انا جايب لكم زميل جديد يا مهدي. وماله، نجيب ربنا كله كويس. محسوبك مهدي العتر، شيخ منصر وفهلاوي وسواح. مفيش سجن فيك يا جمهوريه ما زرتوش. عندك مثلا سجن مصر ما يعجبنيش، رطوبه والمدرن بتاعه قديم. عندك مثلا سجن ابو زعبل بارح والشبابيك وبحري، بس لامم قوي. الوسط بتاعه ما يسيبنيش. قولي انت سوابق ولا خام؟ ها؟ باين عليهم السجاد ده زينه. خد منه السجارة عشان ده بيصعب عليه اوامر. اصله مسكين بيشكي بلسانه شوية. ايوه اخي كده. فردها بقى وصلي على النبي والسجن للجدعان يا اخي. بقى يا رب يعني وقعتي ما تجيش الا في وسط 2 خرص. مساء الخير يا نبي. مساء الخير يا عميش. قول لي الاول. ايه؟ عملت ايه النهارده؟ رحت للابوكاتو واكدت عليه انه يحضر الجلسه بكره. يعني هروح المحكمة بكرة؟ هنروح سوا، يحكموا بالطلاق ونخرج سوا ونرجع سوا ونفضل سوا على طول. وهو هيجيبوه في المحكمة؟ هيدوا له اجازة من السجن يعني نبوية؟ طبعا لا. طب قول ان شاء الله من غير مقاطعة، احسن تعبنا يروح على فشوش. مش معقولة نبوية، جوزك مسجون اكتر من سنة، يعني تبقي مستحقية الطلاق منه من غير نقد ولا ابرام. ده القانون يا نبوية، والقانون نغمه بيات يا نبوية. طب وبعد القانون؟ وبعد القانون يجي المأذون. وست الستات تاخد مين؟ ده الرجالة. حلاوتك من غير مقاطعة. خد بصحة القانون. Thank you.
راحت المعلم عليه. اكبر قرش. تصدق بايه يا ريس؟ وحياتنا نجمعنا الجمعية المبروكة دي لا تحلو وزهزة وتأكلنا الشهد من تحت ايديك. الوقت والأذان يا مرسي. ما هو الوقت آسف يا ريس، أديك خدتها بالتزكية، يعني غوي وفنجاري وعقدة، يبقى ما نخافش على روحنا من المهندس خانة بالشكل ده يا رجال. معقول؟ معقول، كلام موزون يا مرسي، عداك العيب أبو المراس. صحة المهندس خانة. صحة المهندس خانة. صحتكم يا رجال. كمان دور يا ترزان. فارقة عندك اتنين رغاوي. وعندك اتنين بيرة قنبليه. مساء الخير يا معلم ترزان. نور. الحمد لله على السلامة. ايه يا بنت الغيبة الطويلة دي؟ لكن انت طولت المرة دي. ثلاث اشهر. فينك؟ فاكانسي يا معلم. هي الواحدة ملهاش نفس ترتاح ولا ايه؟ على العموم زهرة مقبولة. منا وميكو يا معلم. وده بوندو. ايوه يا معلم. اشربي ايه؟ مية نار. سك؟ لا، حطي لي عليهم حتتين تلج. هاتهم لسبب هذا بوندو. طيب. اللي بتدوري عليه مش هنا يا نور. ايه؟ عنده زيارة الليلة؟ زيارة طويلة شوية. هيغيب فيها حبتين. قصدك ايه؟ سعيد جرى له حاجة؟ سعيد مسجون يا نور. بتقول ايه؟ ازاي ده حصل؟ الضربة جت من ورا ظهره. راح غدر. يا سلام. معلش. التعبان اما دفي قرص. سعيد. خسارة. عبد العظيم شعلان. رمضان عباس. مطاوع عويس. زنهم حسنين. مهدي العد. سعيد مهران. علي محمد علي. سعيد. ازيك يا نور؟ شدة وتزول يا سعيد. كتر خيرك يا نور. ازاي صحتك دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفة. اللي مكتوب على الكبير لازم تشوفه العين. مين كان يصدق ان كل ده يحصل من عليه؟ بكره يشوف يوم اسود من شعر راسه، بكره يطلع له اللي يوزع عليه زي ما وزع عليك. انت بتقول ايه؟ عليش يوزع علي انا؟ الله، انت مش عارف؟ عارف ايه؟ اتكلمي يا نور. عليش خد مطرحك في كل حته يا سعيد، حتى في البيت. يبقى تمرت فيه العشر وحطيتهم في عينيه. يقوم يشد لها محامي علشان يحضر معاهم جلسه الطلاق. طلاق نبويه؟ مش ممكن. اللي باعك بيعه يا سعيد. عليش؟ عليش عمل كده؟ اللي لحم كتافه من خيري ده، انا اللي لميته من سلك الزيات ووكلته وقويته ولبسته من هدومي لما بقى عامل زي خيالي في كل حته. ده يوم فرحي. عليش ده راقص اكتر مني. انا كنت اسيبه في الصحراء مع مراتي ولا اسيبش اخويا. الخونة الكلام. ممكن افوت فلوس لسعيد مهران؟ ممكن قوي يا ست. اول باب عليك اليمين تلاقي مكتب الامانات هناك. كتر خير. العفو. خير ده؟ مش بيعلموش صنعة تاكل من عيش؟ انا مش ناقص علام، انا عاوز اخرج من هنا باي تمن. باين عليك عايز تطبق. شيل الحكايه دي من مخك. واخرتها
خيتها. انا عازف لك الليل على عائشة بس ما تاخرش علي. شايف يا شاويش عبد ربه؟ اديك يا عم بقيت اوجه من حضرة الظابط. الله ينور عليك يا استاذ سعيد. تعرف ايه اللي ناقصك بقى؟ ايه؟ اخبارية تجيلك عن واحد تقفشه يجيلك فيها شريطين. انت لسه قلبك اسود؟ هو انت شفت قلبي؟ مش لازم اشوف لسانك بينضح بيه عشان بقول الحق. شوف شغلك يا سعيد وبلاش لماضة. ادي احنا علمناك شغل عشان يبقى لك قيمه في وسط الخلق. قولي بدكوا ايه؟ انت حتى سيبني. لا اطمن، انا اتجوزت مره وهي المره. انت مخلف يا سعيد؟ ايوه، بنت زي القمر اسمها سناء. من يوم ما دخلت هنا عيني ما شفتهاش. معلش مسير الحي تلاقى. ايوه صحيح، يسير الحي يتلاقى. عجبك صورة الحرمة دي قوي؟ أنا عاجبني اللي كاتب الكلام ده، أصله صاحبي. ابتكار زينا؟ بس على مستوى عالي، عالي قوي. دماغه توزن أرمدان بحاله. وريني كده. ياه، ده ملمع قوي. إيه؟ هو من العيلة المالكة؟ مالكة؟ من العيلة الحافية. بس مخ حاجة ضاني قوي. تسمع منه كلام موزون. كلام قراري. سيبك انت، الشهادات بتنفع برضو. الشهادات مش كل حاجة، المخ نظيف، كل الناس بتقرا لكن مش كلهم بيفهموا. هو بيشتغل فرداني لوحده. برضو مش هتقدر تفهم. ورينا بالساعة نطلع من هنا افتح جورنال. ايوه كده اضحك يا شيخ ولا يهمك. انت بقالك 3 سنين شايل عبلاتر. 3 سنين الا 3 ايام، يعني فاضل لي 368 يوم. فات كتير ما بقى الا القليل. ابدا يا مهدي، اللي فاضل لسه كتير كتير قوي. كل يوم في 24 ساعة، وكل ساعة فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة بتمر وتحرق في دمي وتاكل في نفوخي. هلك ليالي القمر ما احنا سهر. ولا ايه سعيد؟ انا ما كانش يحلال الشغل الا في ليالي القمر، عشان كده بيقولوا كلنا نحب القمر. آخر خطة ليا كانت في بدر 14. وأول خطة؟ ما كانتش خطة، كانت شروع في خطة. الله، تبقى جنحة، وكان ممكن تاخد فيها مع إيقاف التنفيذ لو كان المحامي بتاعك مدقدق. معروف ألوان ده هو اللي اترفع عنه. بس أنت قلت لي عليه شيخ منصر مش أبوكاتو. ما هو يا سلام لو الأبوكاتو بتاعك يبقى شيخ منصر. تبقى عارف بتعمل إيه، ضميرك يبقى مستريح. اتلعن في كل كتاب اذا كنت فاهم حاجه. انا فاهمك، ده انا كنت ماسك مطرح ابويا في بيت الطلبه اللي في الجيزه. رؤوف علوان ده كان طالب هناك، انما مش طالب كل شنكان، لا، زي ما تقول كده كان زعيم عليهم، خطيب وكلامانجي 7 تلسل، وكان بيحبني قوي. هو اللي مسكني الخدمه مطرح ابويا، وهو اللي كان بيقريني ويرسيني ويديني الكتب. وبعد ما ماتت امي في المستشفى الميري، تعلقت انا زياده بنبويه.
كنت خايف لا في ايدها هي رخلة من قلة المية في ايدي. شهر مبارك، ما انا قلت كده الشهر اللي فات، وديني زي ما انا القرشين اللي باخدهم من بيت الطلبه لا يقدموا ولا ياخروا. يبقى انت مالكش غرض بتعتقني من خدمه الوليه القروبه التركيه دي. ما تقوليش كده انا ابويا، انت شايفاني ساكت يعني. انا عارفه بقى، انا اتاخرت قوي يا سعيد، اشوفه بخير. لا ما انا جاي اوصلك اهو. الله يا خليك انت، احسن ست بتستناني في الشباك، فوتك بعافيه. ستين حرامي، محدش بيخش اوضه في غيابنا غيرك، وانت اللي معاك المفتاح التاني. بخش عشان انفضها. تقوم تنفضها من الساعات يا عصبجي. ايه هو ده؟ الساعه اهي كانت في اوضته ورا سباحه الجاز. حرامي يا ندلي عديم الاصل. ايه ما تصرفش. الله ايه يا سمير يا فندم. ايه يا جماعه ايه ايه الله حصل ايه؟ اتفضل يا سراوف اتفضل، ادي اللي انت واخده تحت ضمانتك. السرقه بقت عيني عينك، انا لازم ابلغ. اسمح تسمح لي اتدخل انا بقى في الموضوع. انا لا يمكن اسيبه يفتح. اهدى يا سمير اهدى، ساعتك معاك يا اخي، وسيبنا اتصرف. ايه يعني هتعمل ايه؟ يا اخي قلت لك هتصرف، مش كده ولا ايه؟ تعالى سعيد تعالى تعالى. مين يا سمير؟ رؤوف مش هيسكت. رؤوف لا له دين ولا مله. اقفل وراك. خد يا سعيد. امسك امال مكسوف ولا ايه؟ والله يا رؤوف افندي انا انت ايه؟ حرامي؟ وإيه يعني؟ بس دول مخهم ضيق، ما عرفوش الدنيا على حياتها. بس أنا يعني كان أمل أبيض لك وشك. تفتكر إن أنا زعلان منك دلوقتي؟ أبداً. أنت عملت كده ليه؟ محتاج فلوس يا رؤوف أفندي. يعني ليك عذرك. انا بعتبر اللي انت عملته دلوقتي عمل مشروع بيحصل كل يوم، لان في ناس عندها فلوس متلتله وناس عايشه على اللضه. انا زيك محروم يا سعيد. العفو يا رؤوف افندي. عفو ايه يا مغفل؟ ده انا اللي بيبعتولي 5 جنيه في الشهر من قطهم الضروري عشان اكل واشرب واتعلم واشتري كتب والبس واطلع محامي. يا أنا مش هلومك يا سعيد لو عملت أكتر من كده، لأن الحياة اللي احنا عايشينها ديت مفيهاش مساواة، مفيهاش عدل. ناس عايشة في نعيم وناس عايشة على الهامش. يا سلام لو كان الواحد اتولد غني. تفتكر ده الحل؟ أبدا، دي أنانية. ما كنتش هتحس بالعذاب اللي بيتمرغ فيه الفقير. عندك حق، كأن الحكاية ملهاش حل. الحل في اللي انت عملته دلوقتي. مش عايزين يعترفوا بحقنا، ناخده منهم. اللي يتجمع بالسرقة يترد تاني. بس لازم خطة منظمة.
لازم تتم بتفكير عشان نقرب المسافة بين الغني والفقير. صح. أنا بتهيألي يا رؤوف أفندي ما بقاليش قعاد هنا. قلت يعني وعدك كان هيوصلك لإيه؟ هتفضل طول عمرك كده. وتطير مني نبوية. ويطير منك عمرك كمان. أنا ماشي يا رؤوف أفندي. أنت شلت غشاوة من على عينيا. لأني حاسس بيك. هتروح فين؟ أجرب حظي في أي حتة. خد حقك بنفسك، مفيش حد هيديهولك أبدا. خد نبوية معاك، ابتدي شوف مصلحتك، ابتدي عيش، عيش. صح، أنا مش هنسالك جمايلك دي أبدا يا رؤوف أفندي. أنا ما عنديش حاجة أقدمها لك غير الكتب ديت. اقراها كويس وافتكرني، واذا احتجت لاي حاجه اتصل بيا. مع السلامه يا سيدي. وغيرت طريق حياتي. كلام رؤوف علوان كان بيدوي في وداني ليل ونهار. كان قدامي هدف واحد، ان اعيش، اعيش بنصيبي مثل واخدين الاغنياء، اخف عنهم فلوسهم واخف عنهم ذنوبهم. واتجوزت نبوية في ليلة منساهاش، وكان عليش صدرة بيخدم تحت رجلينا، ورزقني ربنا بسنة كانت عندي بالدنيا كلها. سناء بكرة ترجع للسناء وتفرح بيها وتقعد معاها لغاية ما تزهق منها. يديك طول العمر يا أخي. دي مهما طال عمري مفيش فايدة. مش هلحق أخلص الأحكام اللي علي. أنا عامل عقد مع مدير السجن بيجدد روحه أول بأول، يعني سجين زندة. الواحد يبيع عمره عشان ساعة واحدة برا السجن يا مهدي. أنا بعت الترماي صرفت تمنه بشهر، بعت العتبة ما غطتش معايا مصاريف الصيف، جيت بعت مسار رمسيس اتقفشت. مش معانا. كنت فاهم الزبون مقطف، طلع مخبر. ما تعرفش حضرة المأمور عاوزني ليه؟ انت عملت حاجة؟ حاجة؟ ده انا بحرق في دمي عشان ما اعملش حاجة. تمام يا فندم. هو صدر مني حاجة يا فندم؟ صدر أمر بالعفو عنك مع مجموعة تانية من زملائك بمناسبة الأعياد. يعني هخرج يا فندم؟ دلوقتي. مبروك يا سعيد. مش معقول. أنا لازم بحلم. أنت سلوكك كان كويس في السجن، إياك تظهر كده على طول علشان ما ترجع لناش تاني. تمم إجراءاتك يا شاويش عبده. حاضر يا فندم. متشكر قوي يا فندم، متشكر قوي. مع السلامة يا سعيد، مع السلامة. كلها 30 سنة وحصلك. ايه اللي جابك يا سعيد؟ جاي اتفاهم. انت تعرف تتفاهم؟ اعرف، مادام عشان خاطر بنتي. ما عندك المحكمه. انا بقول برضو مفيش احسن من المعروف. اتفضلوا. ها
خليه يطلع يا حسب الله. يلا بينا جبان. دار في وسطهم يا نادل. انت بتقول ايه؟ ولا حاجة. خليك انت هنا وخد بالك من البيت. انا خايفة قوي عليش. خايفة من ايه؟ يعني كان لازم يطلع هنا. لازم اشوف نيته ايه الاول، بعد كده حلها الف حلال. طب ما تطولش معاه. ما تخافيش. بقول اللي فات مات، وهي حاجات بتحصل كل يوم، ناس بتعرف بعض وناس بتسيب بعض، والراجل ما يعبوش الا العيب. عندك حق برضه، ما تخشوا في الموضوع على طول بدل اللف والدوران. خش له من انهي ناحيه؟ ناحيه واحده بس اللي تقدر تتكلم فيها، بنتك. بس بنتك في الحفظ والصون مع امها، وده حكم شرع تفضل معاها 6 سنين. وليك عليا ازورك بيها كل جمعه. شرعا هي من حق انا بعد اللي حصل. قصدك ايه؟ كتر الكلام ما يجيبش الا وجع الدماغ. وانا عملت جنايه؟ دي اسمه ونصيب. ثم انا ما عملتش غير الواجب، المروءه، عشان خاطر البنت الصغيره كمان. انا سبت لها اللي يكفيها، فلوس كتير، فلوسي. اللي سرقها، مش كده؟ ولو، هي راحت فين؟ وانا مليمه رجاله، صدقوني. دي كانت حالتهم لا تسر عدو ولا حبيب. ولا ده جزات اللي يعمل الواجب. والخير اللي انت فيه ده فنجاري. وانت ربنا يا اخي هتحاسبني. عز الشيطان يا سعيد وصلي على النبي، مش كده؟ روح. ايه ده؟ انا اصلي عارفك وفاهمك كويس. انت بتدور على هلاك لروحك، ما تخرجش عن موضوع البنت. عندك حق. حاضر. انا هاخدك على عقلك بس عشان خاطر الرجاله. تشكر يا حسن الله. هتقولوا البنت احسن برضه ناخد رايها. كلام ايه اللي بتقوله يا حضرة المخبر؟ يا سعيد بلاش لماضة، حيا الله ما تعرف توكل نفسك يبقى دور على البيت. انسانية منا انك هتشوفها، هتهاله. واجب، عندك عيبة حسب الله. أنا عايز بنتي. خلي القاضي يقول كده. أنا عايز بنتي. الحكاية ما تخصنيش، أمها مش عايزة أتفرط فيها إلا بالشرع. كلمة واحدة، مفيش غير المحكمة. المحكمة. حاضر. في الأول دور لك على سكة نظيفة كل منها لقمة عيش، بدل ما أنت داير صايع كده. عندك حق. فعلا. لازم أنسى اللي فات وأدور على شغل. عشان خاطر سناء. وبعدين باخدها. انت هنا. بس انا عاوز كتب. كتبك؟ ايوه. ظهر سناء ضيعتها. اما اشوف لك الباقي. والعالم ده كله جبته منين؟ انت حرامي ولا مهندس؟ سرقة كتب؟ ايه
يبقى بيعهم بالورق احسن لك. عليك يا اهلا وسهلا يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. معلم طرزان معلم طرزان معلم طرزان طرزان حبيبي. مين؟ سعيد مهران. الف سلامة الف سلامة حبيبي الف سلامة. اهلا 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 اهلا. كده راجل ما تقولناش عشت يا معلم. اقعد فنط لي اخبارك. تشرب حاجة حامية ولا ساعة؟ انا حامي قوي يا معلم. يبقى رطب لك جوفك. فرع اتنين رغاية وادي بندق. حاضر يا معلم. عاش من شافك يا انس. الله يخليك. ازاي حال الشغل؟ مفيش رجاله بتوع زمان. ليه كفالة الشر؟ تنابلة بعيد عنك زي موظفين الوكالة. التنابلة برضه أحسن من الخاينين يا معلم. أنا اترميت في السجن من تحت راس خاين. ألطف يا لطيف. يا أهلا وسهلا. اشرب يا لطيف. أنا لازم لي سلاح ناشف يا معلم. تحت أمرك. بس أنت عارف أنا اليومين دول ما عنديش. عيب، معاش اللي يسيبك في عوزة. بكرة زي دلوقتي تفوت عليا تلاقيني مجهزه لك بكل لازمة. تشكر يا معلم. احكي لي احكي لي بقى. أحكي لك إيه ولا إيه؟ صحتك. صحتك. الأستاذ رؤوف علوان من فضلك. نعم. الأستاذ رؤوف علوان. الأستاذ رؤوف عنده اجتماع هيتأخر فيه. طب ممكن أعرف عنوانه؟ عندك في دفتر التليفون هناك. ألو. مين؟ أنا سعيد. سعيد مهران. آه سعيد. أيوه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعال اركب. ها؟ اركب. تفضل. صحة الحرية. وزي بنتك؟ بنتي ما عرفتنيش يا أستاذ رؤوف. إزاي الكلام ده؟ أمها خانتني. وعليش خانني؟ أقرب اتنين غدروا بيا واتجوزهم قبل ناري ما تبرد في السجن. ولما رحت لهم كانوا مستنيني بردة المعلم. سناء بنتي معرفتنيش. معرفتنيش يا أستاذ رؤوف. ماشي. بكرة لما تكبر هتفهم وتعرف كل حاجة. تليفوني بيه. ألو. أهلا ريري. ليه يا شريف؟ أنا خلبوص؟ ده أنا مسكين خالص. أبدا. زي العادة حوّلت على بركوز وخدت درينك وجيت هنا على طول. طب أنا هكلمك بعد ساعة. أرفار. إيه يا عم سعيد؟ مبروك عليك الحرية. دي كنز يعوض لك كل اللي فاتك. أنا كنت بفرح لك أوي وأنا في السجن. مين كان يحلم بده كله؟ أظن مفيش كفاح وحرب دلوقتي زي زمان.
تقدر تقول هدنة، وكل حرب وليها ميدان. لو يا سلام على الميدان ده. وايه وجه الشبه؟ قصدي يعني من ناحية البحبحة اللي فيه. ما تلفش يا سيد واتكلم بصراحة. أنا ما أقصدش حاجة أبدا. خليك فاكر إن أنا دايما بعيش بعري وكدي. وهي دي عايزة شك. الشيخ ساقي عليك النبي ما تزعل. أنا لسه خارج من السجن ومحتاج لوقت عشان أفتكر الأدب في الكلام. كل انت فكرت في المستقبل؟ ما كانش عندي وقت، فكري كله في اللي راح. ستات الاف من يشيل واحدة خانتك في غيرها الف. المهم دلوقتي تدور على شغل. علموني التفصيل في السجن. ايه هتفتح دكان ترزي؟ مش معقول طبعا. امال ايه؟ أنا اتعلمت صنعة واحدة في حياتي. هترجع لشغل زمان؟ ها؟ بيكسب زي ما أنت عارف. إيه؟ زي ما أنا عارف؟ قصدك إيه؟ لا 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 لا، ما تزعلش. أنا قصدي أقول يعني زي ما أنت عارف عني. مش كده؟ اسمع سعيد. النهاردة غير امبارح، انت كنت حرامي وانا صاحبك لظروف انت عارفها كويس. اذا رجعت للسرقة تاني هتبقى حرامي وبس. طب اختار لي شغلة مناسبة. عاوز تشتغل ايه؟ اشتغل صحافي عندك في جورنال. انا متعلم تلميذك القديم. انت لسه خارج من السجن، ما تنساش ديت. يعني لازم اشتغل شغل واطية؟ مفيش شغل واطي مدام شريف. هي دي دايما نصيحة الأغنياء للفقراء. أنا ضيعت وقتك. أنا أصلي مجهد وتعبان من الشغل في الجورنال. خد لغاية ما تفرك، وما تخزنيش إذا قلت لك إني تعبان من الشغل، ونادر لما تلاقيني فاضي زي الليلة دي. ربنا يديم نعمته عليك. ركن يا استاذي، افتح الله تبقى بقيت زبون الليلة. نادي البوليس يا بيه. اطلعوا بره واستنوا. حاضر. اظن غباوة منك تيجي تجرب العيبك مع واحد فاهمك وحافظك كويس. انا كنت مستنيك. انا بنفسي فتحت لك الشباك اللي تخش منه. كنت اتمنى اكون سيء الظن، لكن سوء ظني في محله. انت مفيش فايده منك، هتفضل حقير وهتموت حقير. احسن حاجه سلمك للبوليس. لا 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 هرب بيه. انت جيت عايز ايه؟ ها؟ انت بتكشف عن عداوتك. نسيت الاحسان ومبقاش في قلبك غير الحقد والحسد. انا عارف افكارك زي ما انا عارف حركاتك كويس. انا دماغي لسه بتلف من ساعه ما خرجت من السجن. كذاب، ما تحاولش تخدعني.
انت افتكرت ان انا بقيت واحد من الاغنياء اللي كنت بهاجمهم عشان كده جاي تعاملني زيهم؟ ابدا ابدا مش كده. امال جيت ليه؟ مش عارف، انا مش حاسس بنفسي. انت مش هتصدقني. طبعا لانك عارف انك كذاب، ما صدقتش كلامي وصدقت غرورك وحسدك. انت حر، هتلاقي نفسك في السجن تاني. روف بيه اعذرني، انا لسه عايش بتفكير السجن واللي قبل السجن كمان. انت مالكش عذر، انا بقرا كل جمله بتفكر فيها وعشان كده لازم اسلمك للبوليس. لا 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 ارجوك بلاش اقف بيه. مش ده اللي تستحقه؟ ايوه، لكن انا لسه خارج النهارده. لو شفتك مره تانيه همسحك مسح. طيب اتفضل. استنى عندك. هات العشر جنيه. هات وما تورينيش وشك تاني. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا سعيد ابن محمد مهران. أنت؟ يا مرحب يا مرحب. اقعد يا ولدي من غير استئذان. ولك عليه رحمة الله لم ينقطع عن زيارة هذا المكان. أنا خارج من السجن امبارح. السجن؟ ايوه. انت ما شفتيش من 10 سنين، حصل لي فيها حاجات كتير قوي، يمكن وصلتك. انا بسمع كتير لدرجة اني ما بسمعش حاجة ابدا. انا ما حبيتش اخبي عليك. انت يا ولدي خرجت من السجن الصغير الى السجن الكبير. انا لجأت لك في ساعة نكرتني فيها بنتي. يوضع سره في اضعف خلقه. أنا في دوامة يا سيدنا الشيخ. بنتي نكرتني، ما كانتش طايقاني، أمها قبل كده خانتني، خانتني مع كلب من صبياني، واتحججت بسجني، واتطلقت، واتجوزته. اتجه للسماء يا ولدي، فبابها مفتوح أبدا. أنا لسه على الأرض يا مولاي، وكل الأبواب مقفلة في وشي. خذ مصحفا واقرأ. أنا لسه خارج من السجن وما توضيتش. توضأ واقرأ. قول لي الأول أعمل إيه؟ توضأ واقرأ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سامحني يا رب، لك عندي دين لازم أوفيه، وليا دين لازم أصفيه. نار على عدوك بإذن الله. كم ده يا معلم؟ هدية من عبد الفقير. عشت. أنا بس غرضي تستنى عليا شوية. ما قلنا عيب. هبانة بتهلك في روحها عشان تفضل عايشة. صدق باللي خلقك ما حد تقهر عليك قهرتها. أنا عارف يا معلم طرزاق، طول عمرها بنت حلال. هي عرفت بخروجك؟ ما افتكرش. هتفرح أوي لما تشوفك، والنبي لا مفرحها. كل نور بصنع بطاقة سعيد كوي. الحمد لله على سلامتك يا سعيد. الله يسلمك. انت طلعت امتى؟ اديني يومين بس. انا ما كنتش اعرف ميعاد خروجك، حد كان مستنيك. اصل خروجي كان مفاجأة. سيدخولي تمام. انت خارج صحتك كويسه،
التفت بقى لروحك، ولو ان عينيك باين فيهم الانشغال. انت اللي باين عليكي مشغوله. ايوه سيبك منه، ده مش عارف راسه من رجليه. ده محدث سكر ده ولا ايه؟ محدث كل حاجه، تيوس شايله فلوس، حلت امه وابوه، طب ده عنده دسته جزم عمره ما داس بيها على الارض. ليه؟ بيمشي حافي يعني؟ بيركب عربيه توكل 10 طنفار. انا واحده منهم. قال ايه؟ عايز يعلمني السواقه في سكر الغفير. مش خايفه لا يطلع لكم عفريت؟ اكل العيش عايز كده. عربيه في طريق الجبل. اسمع يا سعيد، الواد ابوه متعافي واهله زي النمل، اوعى عقلك يوزك ولا حاجه، انكشف انا واروح في داهيه. مفيش يا نور، انا مش عيل صغير. انت عايز فلوس؟ انا عايز العربيه. احنا هنتقابل كتير يا نور بعد كده، بس انت طوعيني. يلا روحي له بقى لحسن يستعوائك. طرزان عشان اتفق مع واحد من سوية التاكسي بتوعنا يوم يجي نصيبي في العربيات دي. علشان تعرف قيمتي. انا عارف يا نور، انت كنت هايله. ده انا اترعبت بحقي وحقيقي، والواد ركبه ثابت. يا رب اكون سبكت الدور احسن يشك فيا. هو كان عنده عقل عشان يشك ولا ما يشكش؟ انت عايز العربيه ليه؟ لزوم الشغل. يا خبر يا سعيد، ده انت لسه خارج من السجن. انت تقدري تغيري صناعتك؟ انت ما عندكش قلب. قلب؟ ما خدوه مني في السجن حسب التعليمات. هتبات فين الليلة؟ أرض الله واسع. تعال عندي، أنا ساكنة لوحدي ورا القرافة في شارع نجم الدين، البيت اللي فوق الوكالة. مفيش راجل دخله قبل. اسمع يا نور، تروح الاسم دلوقتي وتقول لهم اللي حصل لك بالحرف الواحد كانك ما تعرفنيش. قول لهم اي اوصاف عني، قول لهم ابيضاني سمين فوش وضربه سكينه اي حاجه، وقول لهم اني خطفتك وعذبتك واعتديت عليك كمان. بس ده ما حصلش. وبعد كده نمتك من العربيه وهربت. وهشوفك امتى؟ بعدين هتشوفيني. كلمه شرف. مع السلامة. أنت مع السلامة يا سعيد. Thank you.
باشا كمال، انا رؤوف علوان. اهلا بيك يا كابتن، الله يسلمك. اسمع كمال، الحادثه بتاع سعيد مهران اللي عندك. ايوه عليه السدره. انا هبعت لك حلمي بالكاميرا، انا تهمني التفاصيل كلها والصور كمان. شكرا، الف شكر. كتبت ايه؟ يخرج من السجن يقتل زوجته وغريمه. كويس. حلمي، طيران ومعاك مصور لاسم الخليفه. انا عاوز كل حاجه عن حادثه الحرامي. بلاش العنوان ده، اكتبي. يخرج من السجن ليقتل رجلا بريئا، رصاصه طائشه تكشف عن لص خطير. بعد منتصف الليل حاول سعيد مهران اللص المحترف ان يقتل زوجته المطلقه وزوجها عليه السدره باطلاق الرصاص عليهما في شقته القديمه. وفات المجرم القاتل انهما قد ترك الشقه ليله خروجه من السجن، فاصاب الساكن الجديد شعبان حسين برصاصه قاتله، مات على اثرها فورا. ان القتيل البريء قد ذهب ضحيه رصاصه طائشه من مسدس اللص الهارب. ابحث مع البوليس عن سعيد مهران. سمعته بقى؟ وانت قاصد ولا يعني قاصد؟ مين شعبان حسين ده؟ انا ما اعرفوش. نصيبه كده بقى، ده تلاقيه دافع خليه ورجل عليه عشان يسكن محله ويموت بداله. ومين عارف، يمكن يكون عنده اولاد. دنيا لها العجب، غير دواتي اللي له لا في الطور ولا في الطحين، يموت عشان نبوية اتجوزت عليش. والخاينين المجرمين يهربوا يفلتهم الموت، وانت البوليس يجري وراك. لكن ولو برضه مش هيفلتوا من ايدي. لا لحد كده وفرمي، الحكايه لسه والعه والف عين بتدور عليك. الدار عنهم شويه والحي مصيره برضه تلاقي. عندي امل انك جاي. يعني برضه ما صدقتيش كلمة الشرف. انت ناسي عوايدك القديمة معايا. احنا ولاد النهاردة يا نور. النهاردة عندي بالدنيا كلها. انا مش مصدق انك معايا في بيت واحد. اصغرك. لا 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 لا، بلاش اعملي معروف. انا مش عايز حد يحس بيا هنا ابدا. انا هنزل عندك ضيف، يمكن اطول شوية. احطك في عينيا واتكحل عليك. فاكر زمان يا سعيد وقسوتك علي؟ ما كانش عندي وقت للحب. هو في حاجة أهم من الحب؟ في كتير قوي. أنت عملت بالعربية إيه امبارح؟ دول حجزوني في القسم وقعدوا يستجوبوني لحد الصبح. سبتها في حتة بعيد، مع اني كنت محتاج لها خالص. على العموم بكره يلاقوها ويرجعوها لصاحبها. وقبل ما تسيبها؟ مستعجله ليه؟ سيبك بكره تعرفي. انا قلبي عليك يا سعيد، انت اصلك تعبت كتير. لو تهودنا على عقلي هريحك قوي. الراحة ما بتجيش الا بطلوع الروح. ويمكن راحتك تكون جنبك وانت مش دريان بيها. انا اول ما فكرت جيتلك انت. يعني كنت دورت عليا؟ ده انت قابلتني صدفة.
فاكراني مش هلاقي حته تانيه؟ لا، بس مش هتلاقي واحده تحبك قد ما حبيتك، ولا تصبر قد صبري عليك، ولا تفرح قد فرحتي بيك. فوق لنفسك وفوق ليا يا سعيد، ده احنا ملناش غير بعض. سعيد، انت ما اشتقتش للدنيا، 4 سنين ضيعتهم من شبابك، خلينا اعوضهم. صح النوم يا حبيبي. يظهر ان نمت كتير. ده احنا بقينا العصر وزياد. اصل لقيتك خرمان نوم، ما هيش عليا صحي. انا ضايقتك شويه يا نور. ده انا فديك بروحي يا سعيد. تعرف طول الليل وانا بحلم انك رحت مشوار بعيد وانا قاعده مستنياك. ده في الحلم. انما انت اللي خارجه وانا اللي هستناكي. انا لسه ما انشي الاوان على خروجي. علشان اضمن الاقيك لما ارجع. ابقى هاتيلي الجرانين معاك. عينيا الاثنين. انا جهزت لك كل حاجه، ولو شاورت عقلك وحبيت تخرج هتلاقي مفتاح تاني في درج ماكينه الخيار. ما حدش استعمله ابدا. مع السلامه. صباح الخير يا ست نوم. صباح الخير يا ام راجل. احنا مش على بالك ولا ايه؟ ازاي ده انت الخير والبركه. انا قلت نسيتينا الشهر اللي فات، افتكرينا الشهر ده. انت عارفه اجره البيت هي اللي حلت كلها يومين واجهزها لي. والنبي لولا العوزه ما كنت جبت لك سير. من عيني. حاضر. فندق سعيد مهران. في حد متعبين؟ ما تخافش الجو خير.
ضلينا لحد ما عدى. أمرك. مرحبا. مرحبا ابو سعيد. مرحبا معلم. عشيت ولا لسه؟ ماليش نفس. تعدل بس خد بالك من روحك قوي، ما تقعدش في حته اكتر من ليله واحده. ليه؟ في حد من التعبين جالك؟ الجو كله ملغم، دوابير متنطره في كل حته، زي ما تكون انت اول واحده تلت. معلش بكره تهبط الحكايه تتناسى. مش باين والله يا سعيد، ده انت صورتك ماليه الجرانين زي ما يكونوا مش لاقيين حد يكتبوا عنه غيرك. جمال عندك يا معلم؟ عندي فوق. دول عاملين سيرتك ولا ابو زيد الهلالي. دول يقولوا سفاح ودول يقولوا شطان، وده اللي هيهيج عليك صحابنا في الداخليه. ده تكبيره قنبليه عندك. اهلا وسهلا، مساء الانوار يا رجاله. مالكم فاضيين الله دي كده؟ لا عمرنا بوجودك باذن الله. طب اجرى اتنين كزوزه. عينيا الكزوزه المتلجه قوي. انت لو تهج على الصعيد اليومين دول اسلم لك واسيب طريق مين؟ عليش عليش يا معلم طرزان، نفسي اعرف هو فين. يا معلمي يا معلمي، المباحث فوق. مباحث فوق؟ اه، اتنين مخبرين واكلين بصل وطالبين كزوزه. طب اطلع لهم انت غادي متصرف. حاضر. مش بقول لك حتى هنا ما بقاش مأمون لك يا سعيد. ما تاخذنيش، انا قلبي عليك. تعالى بهنا. مع السلامة يا سعيد. ابدا، اتضايقت من الجبانه ومن الحبسه اللي انا فيها، قلت انزل شويه. انا قلت مش هشوفك تاني. بكره تزهقي مني. ما تقولش كده يا سعيد، ده انا حياتي متعلقه بيك. على فكره في واحد عسكري جاب لك الورقه دي، الظاهر انهم عايزينك. لازم القسم، عايزين ياخدوا سؤالي تاني. ايه ده كله؟ ده عزومه. ده كباب مصري وحلويات شامي ونبيت قبرصي. ده انت ما نسيتيش حاجه ابدا. حتى انت يا رؤوف الكلب. مين رؤوف ده يا سعيد؟ رؤوف الوان، هو اللي ورا ده كله. نبوي رعت قلبي والخاين بقى عمري بحاله. ايه اللي بينك وبينه؟ مش هتقدري تفهمي. انا عارفه كل حاجه. انت قتلت يا سعيد. دي حكايه حصلت قبل ما جيلك. طب والعمل ايه دلوقتي؟ صورك مالية الجرانين والبوليس بيدور عليك والناس كلها بتتكلم عنك. الناس مبسوطة مني، بتحبني. بس البوليس بيكرهك، عاملين لك مصيدة في كل حتة. انت سجنت نفسك تاني. مكفيش، ههرب
ان شاء الله من خور مقابلة. يا نصب يا ميلة بختي، ليه بس تقتل؟ كان لازمته ايه؟ هما اللي قتلوني الاول. كان نفسي ترتاح وتريح، كان املي نعيش سوا على طول. هنهرب ونعيش زي ما انت عايزة. ومستني ايه؟ امتى يا سعيد؟ هقول لك في الوقت المناسب. انت لسه ما تعرفيش سعيد مهران. الجرايد الدنيا كلها بتتكلم عنه وانت لسه مش واثقه فيه. خساره، هما عايشين مرتاحين واحنا عايشين ضايعين. بتهيالك ده هما دلوقتي اللي مرعوبين، بيموتوا وهم عايشين. طب واخرتها؟ اخرتها نشرب ونهيص. خد الحتة دي. كفاية بقى يا نور. اخفى عليك، هتكسف ايدي. يا سلام. بذمتك يا سعيد، مش قعدتنا دي تسوى الدنيا باللي فيها؟ ابويا كان دايما يقول كده، كان يفرح قوي بلمتنا حوالين الطبليه ساعه المغربيه، وده كل اللي كان بياخده من تعب ومشقاه. انا ابويا كانت الناس تسهر عنده للصبحيه، ياكلوا ويشربوا الشاي ويسمعوا الشعر للفجريه. دي الليله الواحده كانت تكلفه الشيء الفلاني، اصله كان عمده. كان عمدة ولا خدام العمدة ملمعة؟ يوه جابك ايه يا سعيد؟ هو انا قلت لك قبل كده؟ كله محصل بعضه يا نور. الغرابة ما اعرفش اشيل حاجة في قلبي منك. في حاجة؟ لا أبدا. اللي يشوف المنظر ده يقول ان اللي بيموتوا اكتر من اللي بتولدوا، كأن الموت ما بيهمتش ابدا. هنا بتقابل القاتل والمقتول، العسكري والحرامي، لاخر مرة جنب بعض من غير حرب. مالكيش حد في القرافة دي يا نور؟ اهل الله يرحمهم كلهم في البليان. اسمعي. نعم. تقدر تجيبي لي حتة قماشة سودة تنفع بدلة ضابط؟ ضابط؟ أمال أنت ما تعرفيش إني اتخرجت قسطة ترزي، إنما بريمو من السجن. وهتعمل بيها إيه؟ أصل الدور عليا في الجهادية. أنا مش ممكن أسيبك تضيع مني تاني. ما تخفيش عليا ابدا، انا هلبس جلد التعبان عشان اهرب من سمو. يعني ترمي نفسك في النار؟ طب ما انت بتعملي كده كل يوم. اكل العيش هو اللي خلاني اعمل كده.
طبعا انتم ملاحظين ان توزيع الجرنان زاد في الايام الاخيره. الناس متتبعه اخبار سعيد مهران باهتمام، وانا احب اسجل لرؤوف علوان نشاطه الغير عادي في القضيه دي. وفي الوقت نفسه انا مش موافق على وجهه نظره، لانه حكم على سعيد مهران بالاعدام قبل ما نسمع دفاعه. انا ما كتبتش حاجه عنه غير الحقيقه، ده مجرم في نظري وفي نظر كل الناس. بالعكس، بعض الناس بيعتبروه بطل وبيعطفوا عليه، وده نتيجه للهجوم الظالم المتحامل. وايه ذنب الضحيه اللي قتله سعيد مهران؟ راجل بريء مات في لحظه نتيجه حقد مجرم مريض. زي ما بتبحث عن ضحيه سعيد مهران، شوفوا هو ضحيه مين؟ مين اللي حوله من انسان الى مجرم، ومن مجرم الى سفاح؟ فاطمه عنان جابت موضوع عن المراه في حياته، ليه ما اتنشرش؟ سعيد مهران ضحيه امراه. احنا مش نيابه وبس، الصحافه نيابه وبوليس ومحامين وقضاه. اولا قضاه. واحد زي ده البوليس بيطرده، والجوع بيطرده، والحقد مسيطر على قلبه، بيبقى زي المجنون، يبقى بمنتهى الخطوره بالنسبه للمجتمع. انا متهيألي يا رؤوف باستمرار نشر القصص والحوادث عنه بالشكل ده يعتبر تمجيد له. والله واجبنا احنا تقليب الراي العام عليه والتنبيه لخطورته. اديكوا عملتوا منه بطل. رؤوف بيه. اهلا منى. السفاح بتاعكم عايز يقتلني، عايز يحرم الفن مني. يحرم الفن منك؟ ليه كف الله الشر؟ انشروا صورتي، قولوا ان هو بيهددني، انا عندي صوره بالمايو جناه تنفع الخبر ده. حاضر. الخبر مهم، ما قلتش لحد غيرك. اطمني. ارفار. ارفار يا اختي. ايها السفاح، كم من جرائم ترتكب باسمك؟ ما تدقش، دي بس نفسها في الشهرة. جرنان على التليفون يا رب. اه طيب. ايوه، انا رؤوف علوان. اديني صلاح. صلاح، اسمع، احجز ثلاث اعمده في الصفحه الاولى، وبنقل المقال السياسي جوه، وما تخليش حد من قسم الحفر يروح. في خبر مهم الليل عن السفاح، خليه جنب التليفون. ايه رايكوا بقى ان السفاح هيقع الليله؟ مش معنى الليله يعني. اتصل بارمله محامي ساكنه لوحدها في شارع الروضه فيلا 9، وطلب منها تجهز له 200 جنيه وانظرها بالموت اذا حاولت تبلغ البوليس. يعني هيلاقي قرطه مستنياه. ويبقى ينفعه بقى جنون العظمه اللي راكب مخه. تعرف انه هيفلت يا رؤوف، وبرهان 5 جنيه. خليهم 50. يا رؤوف انت بتتكلم كان بينك وبينه طار. انا ضد كل مجرم يحاول يلعب بالقانون ويندس بين الشرفاء. انا راجل صاحب مبادئ، عشان كده انا هكون ضد سعيد مهران للنهايه. قربان عليكم. قربان. 2 ويسكي. اشرب واحد. انت جننت؟ اتجننت يوم ما سمعت كلامك، خليك طوالي. وناوي تروح على فين؟ هدلك على السكة، زي ما كنت بتدلني زمان. سوق طوالي. انزل. انزل. يا شيخ منصر، بس ما تمرمطش زيي. قصدك ايه من ده كله يا سعيد؟ الثبات على المبدا يا صاحب الرساله. فاكر ولا فكرك؟
اللي اتجمع بالسرقة اتردد تاني بالسرقة، لكن دلوقتي خلاص بقيت غني. ما انتش حاسس بألام الفقراء. انت رصاصك طايش يا سعيد، بتقتل الأبرياء ملهمش ذنب، بتهدد ناس مفيش بينك وبينهم اي طار. ما حصلش، انا مش عاوز حاجة من الدنيا غير نبوية وعلي. كذاب، انت هددت ناس يا الدفع يا الموت. تفتكرش ان في حاجة بتستخبى ابدا؟ انا ما هددتش حد غير نبوية وعليش، وما فيش ورايا حاجة ابدا غير نبوية وعليش، ولازم اوصل لهم. فين هم يا رؤوف؟ قلت لك ما اعرفش عنهم حاجة. كلامك في الجورنال يثبت انك عارف مطرحهم. انت بتطلب المستحيل، وانت بتطلب الموت. ما كنتش هتتكلم، هتفنك هنا بدلهم. اشتغلوا في بيت في شارع الروضة نمرة 9. يعني رجعت لأصلها الخاينة. هتعمل ايه؟ هسيبك هنا، يمكن تندم في وحدتك. وان طلع كلامك كذب هتويك قبل ما يتويني عشماوي. مش اللي بعنيكم، انا السفاح اللي هطلع البلع على جتتكم. بعد ربع ساعه اكون عندك، اوعى تلعبي بديلك كده ولا كده. يا اخي حرام عليك، ايه ده؟ تقعد احنا بنتسلى بدل ما قاعد فاضي. اتصلك وشناك ما تحبش الهزار. والقليله اللي هتبات صاحيه طول الليل. ومال يعني وراها حاجه؟ ما تخافيش ابدا، احنا هنا عشان حمايتك وخليكي طبيعيه خالص. انا مش هتنقل من هنا. كله بيوجع. شربت كتير؟ ما انا طول عمري بشرب. الوجع من الضرب مش من الخمر. مين اللي ضرب؟ البوليس؟ تلات شبان باين عليهم تلامسه لما دققت معاهم في الحساب.
طب قومي اغسلي وشك واشربي شويه ميه وانت تروحي. انا جبت لك قماش البدله ولواسمها. كتر خيرك يا نور. تعال سرح فوتك. تعال. معلش يا سعيد، أنا تعبانة أوي، عدمانة العافية. كده مش محتاجة للراحة، بكرة الصبح تتعالى. أعملك حاجة سخنة؟ يا ندمتي، ده أنا خدمتك يا سعيد. خلينا أرد لك جمايلك يا نور. ما تقولش كده، ده إحنا ملناش غير بعض. إحنا الاتنين ضايعين يا نور. المهم نفضل سوا، على الحلو والمر. وأنت إيه ذنبك في المر ده؟ أنا رجعت السجن تاني. كان عليا سجان، دلوقتي بقوا 1000 سجان. لو تسمع كلامي يا سعيد، يلا نهرب، ابعد عنهم، انساهم علشان ينسوك. لو نسيوا طارهم مش هنسى طاري. انا وراهم وهم ورايا، محدش عارف مين فينا الصياد، الحرامي ولا الكلاب. وانا يا سعيد انت مظلومه معايا يا نور. لكن معلش، اللي فاتك امبارح هيرجع لك تاني. كل زاير ويزيد في رزقك. قولي يا قادر يا كريم. يا قادر يا كريم، تعالي يا طه. بالك غابه يا فتوان، ده لا حس باين ولا شبك مفندق. مشغوله والنبي يا طه. يروق حالك ويريح بالك، واللي عافيكي يسمع كلامك. ارمي بياضك يا شاب. ده انت جيتي في وقتك يا طه، شوفي كويس وحياتك. الودع بيقول صاحبك مجنون، عين في الجنة وعين في النار، دمه بيغلي وقلبه بيهري، جاي من سفر ورايح على سفر، مشواره طويل وقاسى كتير، لكن قدام حيلاقي الأمان، وانت كمان كلك حنان، بعد الغيوم حيصفى السحاب، وتبات نار تصبح رماد، ربك كريم يا شبه. فوتك بعافية. الله يعافيك، مع السلامة يا طه. تسلمي. سعيد، سمعت الغجرية؟ كل واحد ليه صنع ياكل منها عيش يا نور. يا ريتها تصدق ولو مرة واحدة.
ايه رايك؟ مش كفايه عليا بسباشي؟ عايزني اقول لك ايه؟ تدوبها في عرق العافيه. بكره تشوفي فايدتها ايه. تعقل يا سعيد، انت السكينه سرقاه. ما تخافيش، انا واخد على السكاكين. ده انا ما صدقت اتلميت عليك وانت عايز تحرمني منك تاني. مالك يا نور؟ مالك؟ المغص اللي بيجي لي في بطني. يمكن من اكل الضهر. نزلت الدواء عندك، الحقني بيه. اي فاضي يا نور؟ ما عندكيش واحده تانيه؟ نور سلامتك يا نور. فين الروشته؟ الروشته فين؟ ملوش لزوم دلوقتي، الوجع يروح. عشرين قرش. طب بسرعة من فضلك، فوت كمان نص ساعة تلاقي جاهز عشان ده تركيب. لا أرجوك، أحسن المريض تعبان قوي. طب استريح. يا حضرت انا جاي لك بره. شاهد شويه من فضلك، ارجوك تستناني بره شويه. مش هتنقل من هنا الا لما اخد الدواء. يا دكتور حديد. اديني شرب الدود من فضلك. يلا خش خلصني. معلقة كبيرة كل ساعتين لغاية ما يروح الألم. معلش معلش بلاش. امسك، انا مش نصاب، انا خارج مش عاوز ارجع لك تاني. خلص عليك، انسى كل حاجه احسن لك. شوف الدواء.
بيه؟ فلوكة؟ اتفضل. أنا مالك يا بيه؟ معقول باب التاكس يعمل ده كله؟ هو ايه اللي معقول دلوقتي يا نور؟ انت خرجت لابس البدلة مش عامل اعتبار لأي حاجة. شوية البن دول هنشفوا الجرح لحد ما يطلع النهار. بس بعد ما تطلع روحي. انت طيبة قوي يا نور. انا متعوسة قوي. انا مش عايزة حاجة غير سلامتك وانت ولا همك حاجة. ما تقوليش كده، احنا الاتنين مالناش غير بعض. لما ببقى معاكي بحس ان مش ناقصني حاجة غير سناء. شكري وحسين من قوة فريق الأمن. الدكتور أديب صاحب أجهزة خانة الحلمية. اتفضل. يا أستاذ رؤوف، أنت أعلنت عن جايزة في جورنالك للقبض على سعيد مهران. أنا استأذنت النيابة الأول. مفهوم مفهوم. بس مش تفتكر إن الخطوة ديت هتقلب المجرم زيادة عليك؟ سعيد مهران كان خدام أيام التلمذة. ولما خرج من السجن جاني ساعدته برشين. هو بالرغم من كده حاول يسرقني في نفس الليلة. كنت مستنيه. لأن كنت متوقع منه الغدر، اتمسكن واتذلل، مرضتش أزيه. دلوقتي هو اللي عاوز يأذيني. أنت تعرف إن سعيد مهران كان عيان بمرض معين؟ والله بالعكس، ما اسكلش نوعية أبدا. الروشتة ديت كانت مع سعيد مهران. اقتحم أجزخانة الدكتور أديب وصرفها، وهدده إذا بلغ عنه. تفتكر مين الشخص اللي ضحى علشانه مجرم زي ده؟ ويعرض نفسه لخطر القبض عليه؟ ما عنديش فكرة.
يا فندم المريض اللي طرفت له روشته دي موجود في حي القلعة وسعيد مهران موجود عنده او عندها. تمام يا فندم، فوق يا فندم. اتفضل كل واحد في مكانه. انا مضطر استاذن عشان معاد الجنازه. جنازه مين؟ جنازه البواب اللي قتل سعيد مهران بدالي. قتل المخرج التاني. والبواب اللي مات ده ذنبه ايه؟ بينك وبينه ايه؟ انا كان قصدي رؤوف. وعايز تقتل رؤوف ليه؟ يعرف مراتك؟ اتجوزها زي عليش. رؤوف هو سبب المصايب كلها. مفيش فايده فيك، انت لسه بتحب مراتك، لسه بتغير عليها. يا ريتك ظلمت نفسك بس، بقوا اتنين في رقبتك دلوقتي ماتوا من غير ذنب. اسكت يا نور كفايه. انت متهيألك تقدر تغلب الحكومه بعساكرها وظباطها، هتروح فين منهم؟ مش هقدر افهمك. لكن تقدر تعذبني، تقدر تقتل فيا بشويش وانا مرعوب عليك. خلص عليا مره واحده اريحني. معاش اللي نفسي شعره منك. كلام، لا انا قادر اغير حالك ولا انت قادر تريح بالي. نور انا عندي وعد ليك يا نور، هتشوفي هنهرب ونعيش مع بعض زي ما قالت الغجرية. بعد ايه؟ بعد اللي حصل؟ ازاي؟ دي مش اول زنقة ليا، انا واخد عشان هعرف ازاي اخلص منها. شلت المسدس لكن رأوف علوان هو اللي علمني ضرب النار. انا ما قتلتش البواب لاني لا اعرفه ولا يعرفني، هو اتقتل عشان كان خدام رأوف علوان، هو ده السبب. امبارح بالليل فضلت صورته قدام عينيا، حتى لما نمت على همومي جالي في المنام داريت وشي منه، قال لي ما تحزنش يا سعيد، ملايين زي بيموتوا غلط من غير حساب. انا هفضل ورا رؤوف لما شدوا معايا بكبتي، ان شاء الله حتى ما اشوفش بنت سناء. هتحكموا عليا بايه اكتر من اللي حكمت عليا بيه سناء؟ قتلتني قبل ما اشوف المشنقه. كل الناس بتعطف عليا بينها وبين نفسها، اذا حكمتوا عليا بالموت هتقتلوا كل دول. انا حلمهم، انا املهم، انا بفي كل جبان، انا الدموع اللي بتفضح صاحبها.
مش انا اللي مجنون بس، لو تدوروا تلاقوا كل اللي عندهم قلب مجانين. شوفوا السبب ايه وبعدين احكموا عليا. ترى انت فين يا نور؟ معلش بقى، ما احنا اللي بضاعتنا بقت قديمة، الناس ما بقاش عندها نظر. انت بتكذبي على روحك يا نور، احنا اللي خلاص كلها فركة كعب ويبقى جلد على العظم. حتى الكلاب مش هيلاقوا فينا حاجة يمصمصوها. انت دايما تقولي كده، دي اخرتنا اللي دايما كده يا نور. نفسي اموت ولو برصاصة من السفاح وهو راخر يكبد عليك. نهايته قربت. هما مسكوك كاردون مخبرين وعساكر ماسك من سوق السلاح ومطوق القلعه والخليفه، وانت طالعه كده نازلين تفتيش في كل بيت وفي كل اوضه مش مخليين. ليه؟ يظهر انه جات لهم اخباريه انه معشش هناك، هيجيبوا عليها وطيها. هيقع هيقع. انا لازم اخرج من هنا. نور خليكي من الدريه هنا، لا تجيلك رصاصه طايشه من اللي بيصطادوه بيها. قلبي عليه الجدع مش دريان بالتحويطه دي. Thank you.
يا حكيم. اي نعم. بريحة وهادية وشبابيكها كلها على البحري. مؤكد لازم تكون الشقة هادية. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي حاجة حلوة خالص. أنا أصلي راجل فنان أعشق الصمت والهدوء الدائم. وجيرانك مالهمش صوت أبدا. شيء ظاهر. اتفضل اتفرج على قصة النوم. شيء واضح. حاجة جميلة جدا. حاجة عظيمة جدا. أخرى هادية وتطل على القرفة كلها. رائع. إلا قولي لي سيادتي. هما جيرانك دول كان أصلهم شكلهم عندك وعندهم. احميني، مش عاوز حد يشوفني من زوارك. الدنيا دقت بيا والاندال فلتوا من ايدي. كم عددهم؟ ثلاثة. مرحى للدنيا اذا اقتصر اوغادها على ثلاثة. الدنيا مليانة بس انا ما يهمنيش منهم غير ثلاثة. اذا لم يهرب احد. انا عندي حق في كل اللي عملته، بس اللي بيعذبني ان المجرمين فلتهم الموت وان الابرياء هم اللي بيدفعوا الثمن. هو عادل ابدا. العدل في صف انا، لكن مين اللي هيحكم علي؟ اذا صح الافتقار الى الله صح الغنى بالله. فغرام من أنا بي تمت أيام
Ravings and the Bones. Oh, c'est extraordinaire, vous avez vu les pyramides? Oh, c'est grand, hein, c'est grand. Thank you.